السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نتحكم في الاجهزة اللي متصلين معانا من نقطة اتصال الهاتف. يعني لو انت فاتح نقطة اتصال وفي اجهزة متصلة معاك على نقطة الاتصال دي وعاوز تتحكم فيهم او تعرفهم او تقدر تمنع عنهم النت، كل ده هنتعلمه مع بعض دلوقتي. ولكن يا ريت في بداية الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك وبالاشتراك في القناة، ويلا بينا دلوقتي يا شباب. حاليا انا فاتح نقطة اتصال من شبكة الواي فاي اللي موجودة عندي في البيت، وفي جهاز واحد متصل في شبكة الواي فاي اللي انا عاملها من الموبايل بتاعي. فهاجي عند كلمة نقطة الاتصال الشخصية بتاع الموبايل وهبدأ ادوس عليها دوسة مطولة، وبعد كده يفتح لنا الصفحة دي، هندوس على كلمة المزيد، بعد كده هيبدأ يجيبك لإعدادات نقطة الاتصال الشخصية. اول حاجة هنعملها هندوس على إدارة الاتصال، هنلاقي هنا الأجهزة المتصلة، في عندي جهاز واحد متصل دلوقتي، وهنا جاب لنا تاريخ الاتصال. هندوس بقى على الجهاز بالشكل ده، هنا جاب لنا إلغاء الاتصال والحظر، وبمجرد إنك هتدوس على الكلمة دي كده خلاص أنت فصلت النت عن الجهاز اللي كان متصل ده. ودلوقتي عشان خاطر تقدر تفك عنه الحظر مرة تانية هتدوس على القائمة السوداء بالشكل ده. هنا في بعض الأجهزة اللي أنا كنت عملت لهم حظر قبل كده. طيب لو انا عايز ارجع بقى تاني الاتصال للموبايل اللي انا عملت له حظر، اي جهاز بقى من دول لو عايزين نلغي من عليه الحظر ويرجع يتصل مره تانية هندوس على التلات نقط اللي موجودين فوق على الشمال، لان لو دوسنا على اي جهاز فيهم مش هيفتح معانا ولا هيجيب لنا الغاء حظر ولا اي حاجه. فاحنا هندوس على التلات نقط اللي موجودين فوق على الشمال، وبعد كده هندوس على كلمه تحرير. هنا هنبدا نحدد الاجهزه اللي احنا عايزين نفك عنها الحظر، وليكن مثلا الجهاز ده اللي انا لسه عامل له حظر دلوقتي، وبعد كده هدوس على كلمة إزالة. كده خلاص يقدر يتصل بنقطة الاتصال الشخصية اللي طالعة من الموبايل بتاعي مرة تانية وبدون أي مشاكل. وعلشان خاطر تقدر تتحكم في عدد الأجهزة اللي يقدروا يتصلوا معاك على نفس نقطة الاتصال، هنرجع خطوة لورا، وبعد كده هنلاقي هنا حد اتصال الأجهزة، هندوس عليها بالشكل ده. وبعد كده هنا جايب لنا ان هو بحد اقصى 10 اجهزة يقدروا يتصلوا معاك على نفس نقطة الاتصال. تبدأ بقى تسحب كده واحدة واحدة لو انت عاوز جهاز واحد او جهازين، وبعد كده تدوس على كلمة تأكيد من هنا. وهنا احنا حددنا 3 اجهزه، ومش هيقدر اكتر من 3 اجهزه ان هم يتصلوا معانا. يعني انا لو فتحت نقطه الاتصال وثلاث اشخاص اتصلوا معايا مش هيقدر اي حد تاني ان هو يتصل. وفي عندنا اختيار تاني اللي هو حد استخدام البيانات، اللي هو عشان خاطر مثلا ما يكونش حد من المتصلين معاك على نقطه الاتصال يبدا مثلا يحمل ملفات ولا حاجه ويخلص لك الداتا بتاعتك، فتبدا تحدد من هنا الكميه اللي انت عاوزهم يستخدموها، سواء 200 ميجا 100 ميجا 50 ميجا اللي انت عايزه. وبعد كده هتدوس على كلمه تاكيد من هنا، وكده خلاص انت حجمت الاشخاص اللي هم متصلين معاك على نفس نقطة الاتصال الشخصية. وعشان خاطر تقدر تغير برضو الباسورد بتاع نقطة الاتصال بتاعتك هنرجع خطوة لورا، هنلاقي هنا اعدادات نقطة الاتصال، هندوس عليها. هنا هيجيب لنا كلمة المرور واسم الشبكة او اسم نقطة الاتصال او اسم شبكة الواي فاي اللي خارجة من الموبايل بتاعك، تبدأ تغيرهم من هنا وتبدأ تدوس على علامة صح، وبكده تكون غيرت الاسم وكلمة المرور بنجاح. بس كده وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار تقدروا تكتبوه في التعليقات، وان شاء الله ارد عليكم على طول. واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.